طبعا انت حضرتك تهتمي بعلم النفس بكل بمستوياته التحليليه والاكاديميه. هناك نوع من الاحصاء بيقول حوالي 60% من الشباب والشابات العربيات لا يؤمنون بهذا العلم، يعني بمعنى من المعاني انه هن يلجؤون او يحيلون فشلهم او عدم تمكنهم من الحياه مما للحسد والمس الى ما هنالك. كيف تقرأي هذه الصورة في زمن العلم، هذه الارتباط العقلاني في زمن العقلاني إلى حد ما؟ يعني هو في الحقيقة يعني هذه المسألة لا تتعلق فقط بالعرب، لأن في زمن يعني الديجيتال وزمن النوميريك وزمن يعني التقنية والتطورات العلمية، الإنسان يحتفظ نوعا ما بلا بونسي ماجيك كتخليه آمن بالسحر وبالشعوذة وبأن عين فلان ستصيبني وإلى آخره. فقط في أوروبا أو عند الشباب الأوروبيين هي أخف من عندنا، لأن عندنا المسألة مسألة تقاليد، مسألة ثقافة، ومسألة الدين. فيعني هذه المسألة الثقافية هي التي لا تترك الشباب العرب يشعرون بنوع من الحرية والتفكير العلمي.